للمتابعة ينضم إلينا من اسطنبول الباحث في الشؤون الدولية الأستاذ فراس الياس. أهلا بك أستاذ فراس معنا في هذه النشرة. أهلا وسهلا بكم سيدتي الكريمة. بداية أستاذ فراس، يعني لماذا هذا الإصرار التركي على المضي قدما في إتمام صفقة الإس 400 الروسية، والذي يهدد بإثارة أزمة دبلوماسية جديدة مع واشنطن؟ لماذا تتجاهل تركيا كل التحذيرات الأمريكية التي وجهت لها في هذا الصدد برأيك؟ تحياتي لكم سيدي الكريمة. في بداية أحب أن أنوه أن هذه الصفقة أثارت الكثير من اللغط الاستراتيجي ما بين تركيا والولايات المتحدة الأمريكية، على اعتبار أن هناك خلاف فجوة كبيرة في 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 المعطى الذي دفع تركيا للتوجه نحو عقد صفقة اس 400 مع روسيا وتفضيلها على منظومة ثاد وباتريوت الأمريكية. في بداية الأمر أحب أن أنوه إلى أن الموضوع هو ليس تجاري أو اقتصادي كما يفهم الكثيرون، بل أن الموضوع هو يتعلق في موضوع جيوفضائي أو يتعلق بالمظلة الأمنية التي تمثلها الولايات المتحدة الأمريكية من خلال منظومة الدفاع الجوي للناتو. في بداية إذا ما أردنا أن نفهم هذه الإصرار التركي وكذلك الرفض التركي، عفوا الرفض الأمريكي والطموح الروسي لعقد هذه الصفقة، علينا أن نسأل ثلاث أسئلة رئيسية، وهي: ما هو العائد الاستراتيجي الذي تطمح له تركيا من خلال عقد هذه الصفقة؟ وما هي المكاسب الاستراتيجية التي ممكن تحصلها روسيا من خلال عقد هذه الصفقة؟ وما هي الأسباب الاستراتيجية التي دفعت الولايات المتحدة الأمريكية إلى رفض هذا الموضوع؟ أحب أن أشير إلى أن تركيا حقيقة بدأ يعني أستاذ فراس، أو استقلاليتها فيما يتعلق بموضوع الذهاب بعيدا عن خيارات الأمنية لموضوع حلف الشمال الأطلسي، وجدت في هذه الصفقة مدخلا كورقة ضغط لتوسيع خيارات أو هامش خياراتها باتجاه الاتحاد الأوروبي، خاصة فيما يتعلق موضوع الانضمام أو موضوع رفض العضوية. الولايات المتحدة الأمريكية تنظر إلى موضوع هذه الصفقة لأنه هو ممكن أن يقوض المظلة الأمنية التي فرضتها الولايات المتحدة الأمريكية على مدار العقود الماضية باتجاه روسيا الاتحادية، على اعتبار أنه حتى لو أن تركيا ذهبت باتجاه عقد هذه الصفقة فإن روسيا سوف تمتلك إمكانية الولوج إلى هذه المنظومة، وبالتالي أن تقوض الحائط الاستخباري أو الحائط الأمني الذي فرضته الولايات المتحدة الأمريكية باتجاه روسيا. ولهذا الولايات المتحدة الأمريكية متخوفة من موضوع هذه الصفقة، على اعتبار أنه قد يقوض الكثير من تحركاتها في منطقة غرب أوروبا والشرق الأوسط التي بدأت به في الآونة الأخيرة روسيا نشطة جداً في هذا المجال الجغرافي، وقوضت الكثير من التحركات الأمريكية. وبالتالي لماذا هذا التناقض أو الازدواجية في السياسة التركية، تارة تقترب من الروس وتارة أخرى تعود إلى الحضن الأمريكي؟ لماذا تتبع تركيا سياسة الشد والجذب هذه؟ ما الهدف والغاية من ورائها؟ هو ليس الشد والجذب سيد الكريم بقدر ما هو مناورة استراتيجية، أو لنقل هو حسابات نفقة ومنفعة. تركيا خاصة في الآونة الأخيرة وخصوصا فيما يتعلق موضوع الأزمة السورية التي أثارت الكثير من الإشكالات فيما يتعلق بالعلاقة بين تركيا والاتحاد الأوروبي من جهة وتركيا والولايات المتحدة الأمريكية من جهة أخرى، بدأت تركيا وكأنما هي الطرف الأضعف أو الحلقة الأضعف في سياسة المحاور الموجودة على الساحة السورية، ولهذا تجد تركيا في بعض الأحيان تحرك ملف باتجاه الاتحاد الأوروبي وملف آخر باتجاه الولايات المتحدة، تحصل بعض المكاسب بالاتجاه الذي قد يوسع من هامش مناورتها ايضا بروسيا من جهه اخرى يعني. ولهذا الموضوع هو لا يتعلق بالبراغماتيه بقدر ما يتعلق بالمناوره. نعم. التي قد تفرطنت وصلت تماما في الآونة الفكره. على اشكرك جزيل الشكر الباحث في الشؤون الدوليه الاستاذ فراس الياس، هذا ما سمح به الوقت، حدثنا مباشره من اسطنبول.